السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى نلقاكم فيديو نتوما بخير وعلى خير، كاملين فرحانين وضحكين مع العائلة ديالكم. اليوم جيت لكم فيديو جديد، اقتراح لمائدة ديال الكوتي. مثلا نتوما والعائلة ديالكم ولا صحاب ولا عندكم شي حفلة ديال عيد ميلاد صغيرة، مهم هذه ديال ديباناج، تقضي بداكشي اللي عندك في الدار وتحاولي تولي طبيلة هكا زوينة، وكذلك اكيد اقتصادية. غادي ان شاء الله نعطيكم المقادير، غير تبعوا معايا لا فيديو. والاقتراح الثاني غيكون هو فكرة ديال طبيلة ديال العشاء هكذا متولة زوينة ليكم الأسرة ديالكم، بشيء مختلف يعني هكا سالاد منوعة. على البنات فقط التزيين واللمسة الأخيرة اللي كديروها الطبيلة ديالكم هي اللي كتعطي الاختلاف، أما هادشي المكونات كاملة راه موجودة في كل بيت. خليكم معايا باش ندوزو نشوفو المقادير. لهاد الكيكه البنات غادي نحتاجو البيكربونات صوديوم، الخل، الخمارة الحلوة، الزبدة. انا كلشي غنخلي لكم بالعبارات في جدول الوصف. غادي نحتاجو الكاكاو، الدقيق، سنيدة، الزبدة، الزبدة يا اما ديك ديال البواطة ولا غتاخدو الزبدة ديال العبار. وكذلك المميز فيها هو انا غنخدمو باللبن، اللبن هذاك اللي ماشي حلو العادي. غادي البنات نبداو كاول مرحله، غادي نطربو الزبده وسنيده حتى كتولي لينا بشكل كريمي. يعني ممكن الا ما عندكمش العجانه نديرو ليها بحال شكل ديال صابلي، نشدو هذيك سنيده مع الزبده نخدموها مزيان بيدينا حتى كتولي على شكل كريم، ونحيدوها ونزيدو باقي المكونات، نزيدو عليها البيض ونزيدو عليها باقي المكونات. كتجي البنات هاد الكيك كتجي مذاق ديالها هائل للغايه، كتجي لذيذه وما كتحتاج لا تسقى لا حتى شي حاجه حيت كتجي رطبه رطبه بزاف. هاد فيها واحد تخيك محدد، هو انك ملي كتضيفي جميع المقادير كتخلي ديك بيكربونات صوديوم والخل كتخليها للاخر، كتكبيها تخلطي وكديري في المول وكتدخليه مباشره للفرن. كيف كتشوفوا البنات انا جاتني لونها غامق، هي نورمالمون خاصها تجي واحد الاحمر فاتح. انا كثرت من الكاكاو، نتوما التزموا ب 12 غرام ديال الكاكاو البنات، وهذاك الكاكاو اللي كيكون ماشي كحل، كيكون شويه ماغون. بالنسبه للحشو غنديروا كريمه ديال الجبن، حتى هي كتجي هائله. كنديروا نفس القياس ديال كريمه ديال الجبن كيري ولا فيلاديلفيا مع نفس القياس ديال الكريمه السائله. كيف كتشوفوا البنات قسمت كل كيك قسمتها على جوج باش ولاو عندي ربعه، كتجي بحال ستيل ديال لاير كيك صافي. وكنغطيها بهذيك كريمه الجبنه وكنخططها هكا بواحد الاداه حتى نوري لكم فيما بعد سنه، وكتخليوها كامله بيضه. والتزيين كيف قلت لكم كيبقى اختياري. وهادو بعض الاشياء اللي ممكن تضيفوها للطبيله ديالكم كتزينها وكتعجب الوليدات الصغار بالخصوص. Thank you.
الاقتراح الثاني اللي غيكون في هذا الفيديو هي واحد الفكرة اقتراح لوجبة عشاء مميزة وبأشياء بسيطة وغير مكلفة موجودة في كل بيت. خليكم معي وشوفوا المراحل في الفيديو.